والله شيء والله شرف. يعني ترى تقدر مساعدة مديش عين. هم جديد يا لما تقول لهم بيروح على مرة واحدة في العيلة خارجية عشان يعرفوا وضعه ليش. السلام عليكم، الدكتورة ريما عيسى مدير عام مركز مساعد للسكر والغدد الصماء. طبعا احنا المركز انشئ في 2019 بجهود من عميد بلدية مساعد والناس اللي هم المشائخ وعيان المنطقة كلهم، والمركز يغطي في احتياجات مرضى السكري والغدد الصماء في بلدية مساعد والمناطق اللي هن المجاورة في المناطق المجاورة. تمام. وطبعا عدد المترددين عندنا اللي هو في المركز اللي هو 1600 حوالي مريض اللي هم اللي ياخذوا في الانسولين، و1600 اللي هم 1200 اللي هم مرضى سكري بس اللي هم على النوع الثاني اللي هم ياخذوا في الحبوب وهيك. جميع الشرائح يعني كانوا فيهم اطفال طبعا، وفي اللي هم اللي في المرحله العمريه اللي هي المتوسطه، وفي كبار السن. لا لك غير المناطق الليبيه اللي هي اسباب وراثيه او سوء مثلا في اللي هي نمط الحياه اللي هم الأسلوب اللي هي التغذية بتاعهم يكون خاطئ. هو يغطي في الإنسولين يعني بشكل كبير، لكن في نقص في الأدوية الغدد الصماء وبعض الأدوية الأخرى اللي هي الحبوب. فكانت مجهودات بس إن إحنا نوفر فيه من شركات خاصة، لكن ما يغطنش في الاحتياجات اللي هن المنظمات الإنسولين. هذين من أبرز النقص نحن نعانوا من نواجد، ما فيش في الإمداد الطبي. توزيع مطويات، محاضرات توعوية للمرضى السكري كلهن وتوزيع مطويات، وكان السنة اللي فاتت اللي هو توزيع أجهزة اللي هو الاختبارات الأكواتشيك. في اللي هي قسم الباطنة طبعا، الدكاترة اللي هي الغدد الصماء والباطنة السكري، في دكاترة جلدية تغذية، في علاج طبيعي، في صيدلية كاملة، في هي مختبر تحاليل. فنحاول نغطوا على قد ما نقدروا بإمكانيات بسيطة. يعني محتاجين صراحة لأن الأطباء عندنا نقص فيهم، محتاجين عملية غرفة عمليات صغرى، طلبنا بين الوزير وهو قال إن شاء الله حيكون في تنفيذ لهن. طبعا زارنا الوزير هنياه ووعدنا أنه حيكون في مبنى مخصص للسكري من حول أسبوع. في بعض الأحيان يجينا دكاترة زوار من طبرق. والله نشكر كل العاملين على مجهوداتهم اللي هي بفضلهم قاعد المركز يعني الحمد لله يوفر في خدمات يغطي في منطقة بلدية مساعد ومناطق أخرى اللي بعد بلدية مساعد. فنحب نشكرهم كلهم على المجهودات، نسأل الله التوفيق. الحمد لله العناصر اللي موجودة هنا أخذت تدريب كافي جدا جدا، وخاصة فيما يتعلق في تخصص السكر. هنا في المعمل عندهم تحليل السكر بأنواعه، تحليل التراكمي، تحليل السي بي سي، وإن شاء الله إن شاء الله مستقبلا نكمل الهرمونات والغدد الصماء، فخطوة خطوة نحن نمشي لقدام. والحمد لله العناصر الموجودة عناصر ممتازة، أخذت تدريب كافي، وأنا بشرف على التدريب وممر عليهم في اليوم مرتين نشوف النتائج وقارن النتائج وقارنها بالمستشفى على أساس إنه نطلع نتائج سليمة ونتائج مضمونة. نشوف أخبارها إيه؟ أخبار الدم العادية تمام؟ طبعا معظم الحالات اللي بتجينا طبعا معظمها حالات سكر، وطبعا في حالات أخرى، واحنا طبعا بننظم علاجات السكر وبننظم تصوير التلفزيون الموجات فوق الصوتية حسب احتياج المريض. الحمد لله الانسولين متوفر هنا في المركز، وبرضو الأقراص متوفرة. ساعات بيبقى فيه شورت شوية بس طبعا بيجي التموين على طول بالنسبة للأقراص. بالنسبة لمرض السكري هو يعني منتشر شوية زيه زي معظم بلاد العالم، يعني مرض السكر في العالم من الأمراض الكومون يعني المنتشرة جدا، يعني هنا برضو زايد شوية. في طبعا سبب رئيسي برضو بيبقى وراثي شوية إلى حد ما في العائلات، وأيضا السبب تاني مهم إنه بيبقى عدم الالتزام بتنظيم الغذاء، يعني اللي هو أكل النشويات بكثرة وعدم الاهتمام بالرجيم وزيادة الوزن، ودي ظاهرة ملحوظة جدا في مرض السكر هنا. فاحنا طبعا بقدر الامكان بننصح، طبعا بياخد علاجاته وتحاليله وكل حاجه تمام وصوره تلفزيونيه ان احتاج، بس احنا بننصح طبعا عموما مرضى السكر اهم حاجه الالتزام في التغذيه واسلوب الحياه، لان هنا انا ملاحظ ان الاغذيه معظمها نشويات، واسلوب الحياه بيبقى فيه نوع من انواع ايه عدم الحركه كتير، يعني اللي هو سيدنتري لايف، يعني مفيش حركه مفيش مشي بطريقه منتظمه. يعني ده اللي بننصح بيه المرضى يعني، والحمد لله العملية كنترول دي يعني.
نزل موصول انت بكرهك يعني. مركز مساعد السكري ده من المراكز اللي بتقدم خدمات مميزه للحالات اللي بتيجي. طبعا في الاجهزه معظم الاجهزه متوفره عندنا والحمد لله، والقائمين على المركز بيقوموا بتوفير جميع الاجهزه، واي حاله بتيجي ان شاء الله بنستقبلها، سواء اذا كانت حالات زي حالات الجلطات، عندنا حالات زي الحاله اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. طبعا الحاله دي عنده احتمال يكون عنده قطع فطر اكيلس، ففي تمرينات عليها ان شاء الله. اول جلسه معانا المركز هنا محتاج بعض الاجهزه التاهيليه اللي تساعد على التاهيل بعد العلاج الطبيعي، زي المشايه الكهربائيه، زي اجهزه تقويه العضلات، وان شاء الله يعني اتمنى ان هي تتوفر في الفتره القادمه ان شاء الله. اما جميع الاجهزه المتوفره بالعلاج الطبيعي سواء من تسخين او تنبيه كهربائي او السونار فمتوفر في قلب المركز، ونشكر القائمين عليه بهذا العمل ان شاء الله. طبعا نحن في بلدية مساعد أو مركز سكر بالأخص، يعني بالنسبة للصيدلية تعتبر أهم قسم في الأقسام، يعني لأن المريض بعد يمشي للدكتور والدكتور يكتب له العلاج ويدير تحاليل المطلوبات، يقعد هو شنو متوجه للصيدلية يعني يبي علاجه، يعني من أهم الأقسام وأكثر الأقسام فعالية في مركز السكر اللي هو الصيدلة. طبعا بحكم أن المريض محتاج الدواء ومعتمد على الدواء يعني، وطبعا الفترة اللي فاتت كلها يعني ما فيش دواء، صار موضوع ان الدولة وان ما فيش دعم بالتابلت، يعني الانسولين غطانا به جهاز الامداد، مشكورين جهاز الامداد بنغازي كما نحب يعني نشكرهم انهم ادعمونا بالانسولين، بحيث انه وفرناه بجميع الوسائل، يعني تم فيه اكتفاء لدى المرضى من الانسولين. لكن المشكله اللي واجهتنا في التابلت يعني اللي هن الحبوب كحبوب ضغط وكحبوب سكر هن الاثنين وغدد، فما توفرنش من جهاز الامداد. الفتره اللي فاتت جانا بس بنسبه يعني بسيطه، يعني جانا حبوب منظم سكر ونوع واحد من انواع السكر، يعني لان التابلت تاع السكر يعني في كم نوع، في كم هائل، يعني كل مريض له دواء معين، يعني كلهم مش كلهم نفس العلاج، فجاتنا كميه بسيطه ونوعين او ثلاثه يعني. وبالنسبه للبلديه انا يعني كما انتم عارفين يعني بلديه حدوديه، يعني كلهم اقارب وابناء عمومه وكلهم يعني يبوا الدواء، وتم كل يعني تم في يعني تعامل معاهم وتم في معرفه بهم، تم يعني يشوفوا فينا نحن المقصرين، يعني كل ما يلقاك في مناسبه يقول لك كيف الدواء، وين الدواء، وليش ما فيش دواء، يعني يحسبوا التكسير منا. التكسير مش منا، التكسير يعني من الدوله بروحها، يعني جهاز الامداد يعني هم عارفين الشيء هذا ان في تقصير في توفير الدواء وتغطية الدواء، وخاصة في المناطق هذه المفروض يعني يدعمونا. نحن منطقة حدودية، يعني بحكم ايش، بحكم في مسافرين، يعني في حتى حالات مش من المنطقة بالكل، خطم عليك يقولك نبي انسولين، ما تقدرش تمنع عليه الشيء هذا، يعني مغطين شريحة كبيرة بغض النظر، يعني حتى المسافرين يجيب بدواء ما تقدرش تمسك عليه بحكم ان الدواء ما يمسكش عليه حد. مهمتنا هنا في المكان قائمة على الغيار على القدم السكري ومتابعة حالات القدم السكري بمركز السكر. طبعا بنقدم النصايح للمرضى ازاي ان هو اولا يقي نفسه من انه ما يتعرضش للجروح في القدم السكري، ولا قدر الله لو حصلت الإصابة بنقدم الرعاية للمريض بالغيار المستمر على الجروح، وطبعا بننصح المريض انه يحافظ على مستوى السكر، وبنقدم له النصايح ان هو دايما القدم السكري ما يحاولش ان هو يعني دايما يستخدم التجفيف ما بين الاصابع كويس،
بحيث ان هو ما يتعرضش للفطريات في القدم السكري، ولو تعرض للشيء دوت بنقدم له الخدمة والرعاية هنا بحيث ان احنا ان نرتقي بيه انه يعني ما يدخلش في اي مضاعفات خاصة بالقدم السكري.